ازاي حضرتك؟ اهلا انا عايزه وسهلا، اسال الشيخ اتفضلي سؤال. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم فضيله الشيخ. عليكم السلام يا هاني ورحمه الله وبركاته. حضرتك، انا عندي بنت في ثانوي تمام عندها مشكله يعني محرجه شويه. هي عندها حجم الثدي كبير جدا، تمام مسبب لها مشكله نفسيه كبيره طول عمرها، تمام وحاليا مسبب لها الم شديد في اعلى الظهر. خدتها ورحنا للدكتور، فالدكتور قال ان الحجم مش متناسب مع جسمها ومع سنها، وان هي محتاجه عمليه تصغير ثدي. خدتها ورحت للطبيبه، عملنا اشعه اللي هي سونار يعني عشان نتاكد من الكلام ده. فطبيبه السونار قالت ان الحجم طبعا مش مناسب، وان الثدي فيه زي تكيسات وتكلسات وحاجات كده يعني، وان هي محتاجه فعلا تعمل العمليه. عندها كم سنة؟ 17. روحي حبيبتي صغننه خالص. طبعا انا اخشى ما اخشى ان يكون ده تغيير لخلق الله، لان هو ده يعني ربنا خلقها كده. فانا بس هو بالفعل مسبب لها ازمه نفسيه شديده، يعني بتتعب جدا عشان تلاقي اي لبس مناسب ليها. الأطباء قالوا ده غير مناسب لجسمها، يعني طبيب، احنا رحنا اتنين لطبيب، أطباء. دكتوره السونار قالت ان هو طبعا كبير جدا بالنسبه لسنها، وان هي محتاجه العمليه. والطبيب التاني جراح تجميل اساسا، فهو يعني طبيعي ان هو هيقول ان هي تعمل محتاجة العمليه تصغير. يعني. بس انا طبعا خايفه من الناحيه الشرعيه. حاضر، وجزاكم الله كل خير. جزانا وياك يا شكرا يا فندم. عبير. جزانا. بنوته صغيره في ثانوي والثدي كبير جدا، حجمه هنقوله كبير. ضخم يعني بنظر ملفت، ده هنقوله يا فندم ده حاله مرضيه ملهاش دعوه بالتجميل خالص، لا تكبير ولا تصغير ولا فيها دلع ولا فيها تجميل ولا فيها حاجه. ده بقول لك اتنين اطباء، طبيب وطبيبه، اثبتوا ان ده بيبقى اصلا غلط على العمود الظهر. الفقري وعلى الظهر، والبنت لسه بنوته صغنونه. فده ده هي ما راحتش هي برجلها لحد الطبيبه وقالت لها انا عايز اجمل الثدي عزاكم الله ولا حاجه، لا ده هي من الالم. فده عمليه جراحيه عاديه خالص، وعمليه يعني عمليه مرضيه ما فيهاش ادنى مشكله خالص ان شاء الله يعني. طيب لو واحده مناخيرها كبيره ومسببه لها اذى نفسي وهتعمل تجميل دخلنا بقى، انت بقى في ال ما هو انا بالمره بقى بالمره. طيب بص يا فندم، ما فيش حاجه اسمها تجميل، انا ما اقصدش ما فيش دكاتره، لا في دكاتره اسمها تجميل، لكن التجميل ده ربنا هو خلق الانسان جميل، لقد خلقنا الانسان في احسن احسن صوت. تقويم، لكن في نظرك انت ممكن تبقاش جميل، انت حر، لكن الجمال جمال الداخل وجمال الروح. طب حد مناخيره كبير، بقه كبير، مش عارف ايه، ما يقولش تجميل بقى، يقول مثلا عمليه جراحيه، يقول تزيين، يقول تحسين عزكم الله، طالما الاطباء عملوا كده وهي مش محدش مش معترض على خلق ربنا مفيش ادنى مشكله خالص، الامر بسيط جدا، خاصه لو الامر بيؤدي او المنظر يؤدي الى البشاعه. واحده مناخيرها ضخمه قوي قوي هتخلي مفيش عليه سجرها، واحده بقها واسع قوي، او واحد عزكم الله وشه كبير قوي يعني يؤدي الى ايه؟ الى زي ما بيقولوا ايه؟ تقزز الناس منه. مفيش ادنى مشكله انه يعالج نفسه، ده تبقى عمليه علاجيه بحته، مفيش مشكله. تمام.